بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. عز العرب هذا الشيء إطاب المديرية الجهوية الثقافة بجهة فاس مكناس. اليوم كنحضروا إن شاء الله اليوم الثاني من فعاليات مهرجان فاس الثقافات المنظم تحت تنظيم من جمعية رجال ونساء في خدمة المجتمع المغربي. هذا المهرجان تيجي في هذه المناسبة في إطار الفعاليات في إطار المهرجانات المنظمة والمدعمة من جهة المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال. هذا المهرجان اللي كيعطي واحد النفس كبير في يعني الفنانين والمثقفين في يعني في التشجيعات ديالهم ان شاء الله اللي غادي تكون في اطار واحد يعني واحد تقديم حفلات موسيقيه فنيه وبتنظيم من جمعيه رجال ونساء في خدمة المجتمع المغربي. ستعرفون إن شاء الله هذه المساء سيعرف حفلات موسيقية التي تكون تحت إشراف لجنة التحكيم اللي على إثرها غادي يكون واحد اختيار فنان من الفنانين. كما ستكون مناسبة في تكريم مجموعة من الفعالين الثقافيين اللي هي بادئة طيبة عطتها المديرية عطتها الجمعية لهاد الناس على العطاءات ديالهم والمزيد من التألق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. إلا كنتي من المتابعين الجدد ديال قناة فاس تي في ان، ما تنساش تابونا فلاشين يوتيوب وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد. رجاء دعمنا بلايك وتعليق بخصوص الفيديو، وما تنساش تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وشكرا. فاس تي في ان تضعكم في قلب الحدث.